اتفضل اتفضل انت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا. وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. مقام آخر، مقام آخر، مقام آخر. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. هذا كله بالياس، يريد مقام آخر. هذا بالياس، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين. هذا قرار بالياس، مقام آخر. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين. لها حتى يا
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنفرغ لكم أيها الثقلان. أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فلا تنتصران. فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فإذا فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. المد استغرقت ولا جان ولا جان. آلاء ربكما تكذبان. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. نعم. أيها الثقلان. المد المد العائد للسكون. فبأي آلاء المد البلد. آلاء المد الواجب المتصل. ربكما تكذبان. الراء ما حكمها؟ ربكما تفخيم الله. يا معشر الجن اللام الجن. نعم. إظهار لام القمرية. والإنس إخفاء حقيقي. إن استطعتم أن تنفذوا من
من أقطار من أق يظهر الحلق من أق والقراءة الصغرى من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربك يرسل عليكما شواظ من إذا قوم بغنى بارك الله فيك.